السيد محمد الباجي قائد السبسي للانتخابات الرئاسية. وبعد التثبت من أن المخالفات والتجاوزات التي وقعت لم تؤثر جوهريا وبشكل حاسم على نتائج الانتخابات، تعلن أولا المعطيات المتعلقة بالتصويت: العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت، يظهر لي على الشاشة. إذا بدينا بالنسبة العامة للإقبال 60.11% هذا في تونس والخارج. عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت 3,189,672 ناخب. العدد الجملي للأصوات المصرح بها للمترشحين 3,110,048 صوت. العدد الجملي للأوراق الملغاة، الأوراق الملغاة هي 50,585 ورقة. الأوراق البيضاء 28,755. تحصل السيد باجي قائد السبسي على 1,731,529 صوتا بنسبة 55.68%. وتحصل السيد محمد المنصف المرزوقي على 1,378,513 صوتا بنسبة 44.32%. وتصرح الهوز المترشح بالسيد محمد الباجي قائد السبسي للانتخابات الرئاسية سنة 2014. وسيتم مساء اليوم تعليق القرار المتعلق بإعلان النتائج الأولية بالمقر المركزي بالموقع الإلكتروني للهيئة، ويفتح بذلك باب الطعون. شكرا لكم. النشيد الرسمي للجمهورية التونسية.